نعود إذن إلى بصائر القرآن العظيم. نحن مع قول الله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هذه الآيات البصائر هي في سياق ما ذكرنا قبل، في سياق التوحيد بالمعنى الذي سقنا، توحيد الخالقية وتوحيد الأمر وكل أصناف توحيد المواجيد والعبودية لله الواحد القهار ونفي الشركاء والأنداد. جاء بعد ذلك مباشرة هذا الكلام الرباني الرفيع من بعد ما أسس عز وجل لعقيدة المسلم وبين له أن مفتاح الربوبية هو توحيد الخالقية في قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وقد فصلنا ما يسر الله عز وجل من التفصيل في هذا توحيد الخالقية، وبين أن كل النعم في الخالقية متعلقة بالإنسان، فقد خلقنا وخلق لنا. فالخالقية فيها معنيان عظيمان فيما يتعلق بالإنعام على الإنسان: خلقنا الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وخلق لنا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. خلق لكم كما قال بعد فيما سيأتي: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإذا كانت السماء سقفا محفوظا وغطاء لنا، وكانت الأرض مزرعة لنا، وكان فضاء ما بين الأرض والسماء لنا إنعاما وإكراما من عنده سبحانه وتعالى، ولم يكن شيء من ذلك من غيره. ولذلك قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون أن لا شيء إلا وقد خلقه الله، وأن كل المخلوقات مما بين السماء والأرض إنما هو لكم، فكيف تشركون بالله؟ وكان من الطبيعي آنئذ أن يتحدث رب العزة بعد الحجة الأولى حجة الخالقية عن الحجة الثانية حجة القرآن العظيم، لأن الله خلق أولا ثم هدى، والهداية بالقرآن بالكتب المنزلة، ثم هدى، خلق أولا ثم هدى. فجاء من الطبيعي إذن أن يتحدى الكفار بهذا الكتاب، والتحدي بهذا الكتاب في هذا السياق له ذوق خاص وله بصائر عجيبة لمن يبصر، كما نذكر دائما من قوله عز وجل: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وإن كنتم في ريب، الريب هو الشك، ذلك الكتاب لا ريب كما ذكرنا قبل في الآية، لا ريب أو لا ريب فيه. وإن كنتم أيها الناس، لأنه قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يدخل في ذلك الكفار من العرب والمنافقون ممن زعم وادعى الإسلام، والمشركون من أهل الأوثان واليهود والمجوس والنصارى، كل الناس، ومن ارتد عن دينه من المسلمين أيضا. يا أيها الناس اعبدوا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وبين أيديكم حجته البالغة القرآن العظيم. وإن كنتم في ريب، من دخله شك أو تردد أو اضطراب فعليه أن يمتحن نفسه ويمتحن إيمانه وقدرته المزعومة في هذا الكتاب القرآن. وتحدي رب العزة الناس بالقرآن شيء عجيب، أزيد الآن، أزيد من 14 قرنا، وهذا القرآن منشور في العالمين، منشور في العالمين بصيغة التحدي، ما عمره ما خبع وجهه. قرآن عبر الأزمان وبكل مكان يتحدى العالمين سافر الوجه متحديا، واضح الحقيقة ساطعة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. وقبل أن نتبين بصيرة ذلك أشير إلى شيء إشاري عجيب ها هنا، فقد وصف رسوله الكريم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام بقوله: عبدنا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فيه إشارة قوية
إلى أن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك من أمر القرآن شيئا، إن هو إلا عبدنا فقد عرف وخضع لرب العزة. وهذا القرآن نزل عليه بغير إرادته، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما اختار شيء هو يولي نبي، مش هو اللي اتخذ القرار، بل رب الكون من فوق 7 سماوات هو الذي اتخذ القرار فقدر وقرر عز وجل أن يصطفي محمدا بن عبد الله كما اصطفى رسلا قبله من الناس. فإن هو إذن إلا عبد قدرت عليه مقادير الرسالة، فلا يملك إلا أن يتصرف كما يتصرف العبد، المملوك أمره ليس إليه، فأمر ذلك كله إنما هو إلى الله عز وجل. مما نزلنا على عبدنا إن هو في هذا السياق وفي كل سياق إلا عبد لله الواحد القهار ورب العزة. قد خير محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا أكثر من مرة في الحديث الصحيح، إذ جاءه الملاك يقول له: يا محمد، إن ربك يخيرك بين أن تكون ملكا رسولا أو أن تكون عبدا رسولا. فاختار أن يكون عبدا رسولا لأنها أشرف المنازل وأعلاها عند الله عز وجل، العبودية. فلم يزال بعد ذلك يأكل كما يأكل العبد. والصيغة صحيحة الإسناد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في قوله: إن أنا إلا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد، مملوك لا أمر له، إنما الأمر لرب الكون. فبقي القرآن أقوى وأعظم بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أرسل إلى الناس بهذا الكتاب، بهذه الحجة ينطق فيها رب العالمين. ومحمد عليه الصلاة والسلام إنما يقوم في ذلك بالبلاغ، إلا بلاغا من الله ورسالاته. إنما عليك البلاغ، مبلغ، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا جل وعلا. هذه وظيفة محمد بن عبد الله، التبليغ، تبليغ رسالة رب الكون إلى الناس، عبيده، عبيد لله الواحد القهار. فتحدى رب العالمين الناس بهذا القرآن أن يأتوا بصورة أو بعشر صور مثله مفتريات أو بحرف. وقد حدث خلاف بين العلماء في إعجاز القرآن، هل هو بنظمه أم بمعناه، هل هو باللفظ أم بالمعنى أم بالنظم. وليس الغرض أن أذكر هذا التفصيل، وإنما الغرض شيء آخر، يعني واش القوة ديال القرآن والإعجاز دياله كاين في المعاني دياله ولا في الصياغ اللغوية دياله أو في التركيب دياله. وأقول كما قلت من قبل، الإعجاز في كل ذلك وزيادة، حتى في حرفه، الحرف الواحد في القرآن معجز، وسأبين كيف. عبد الصبور شاهين الله يذكره بخير، الذي انتقدنا ما قال في كتابه الذي ذكرنا، جاء ويحسب أنه جاء بشيء جديد حينما ذكر في بعض دروسه هنا بالمغرب أنه يتحدث عن إعجاز الكلمة. العلماء من قبل تحدثوا في الإعجاز على النظم وعلى المعنى وعلى اللفظ، وهو جاء يحدثنا عن إعجاز الكلمة. تحدثوا قبله بكثير عن إعجاز الحرف في كتب التفسير، بل في الأحاديث النبوية. كيف؟ ماشي إعجاز الحرف بالمعنى ديال المبالغة التي ذكرها بعض من تأثروا بالباطنية وبعض الخرافات. ابن منظور هذاك مول لسان العرب ذكر في المقدمة ديالو شي كلام خاوي حول الحروف العربية، كلام ديال الخريف ويستعمله المشعوذون، قال: من مثل ما قال، والباء باردة والميم حارة. كلام خاوي، يعني ما معنى الحرارة والبرودة والرطوبة في الحروف؟ لا يدخل هذا إلا في سجع الشياطين واستعمالة السحرة. وإنما القصد بإعجاز الحرف هو قول رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحيح الصريح: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشرين أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. شوف هذه الأعجوبة، لا يوجد شيء من الكتب ولا من العبادات إطلاقا يؤجر فيه المسلم على قدر حروفه. ما كاين شيء كلام كتقراه ولا تذكر به الله يعطيك به الأجر على الحروف، بالحرف بالحرف، إلا القرآن.
لا في أحاديث الأوراد السنية ولا في سائر الصلوات من التسبيحات ولا في أي شيء ما عدا ما قرأت من القرآن داخل الصلاة أو خارجها، فلك بكل حرف تقرأه 10 حسنات، يعني حسنة والحسنة بعشرين أمثالها. لماذا؟ علاش؟ وهذا من الأشياء التي أشار إليها المفسرون قبل بكثير، قبل عبد الصبور شيء هو تحدث عن الكلمة قبله بكثير حينما تحدثوا عن تفسير الأحرف المقطعة في أوائل السور، الألف لام ميم بحال قاف كافية هاء عين صاد إلى غير ذلك من الأحرف المعروفة صاد إلى آخره. أشار الأستاذ سيد قطب رحمه الله إلى معنى لطيف، صحيح أنه أخذه من المفسرين قبله ولكن له إشراقات وزيادات، لأن الرجل كان يتفاعل مع كتاب الله عز وجل بوجدانه، ما كان يهتم بالكلمات على أنها كلمات وكفى كالذين يدرسون القرآن دراسات بلاغية وعلمية مطلقة مجردة عن الذوق الإيماني، بل كان يعيش كما قال رحمة الله عليه في ظلال القرآن، وكل من فعل ذلك منكم سيجده قطعا، وقد ذكرته قبل بدليله ولعلي أعود إليه. الله عز وجل في هذه الأحرف يذكر للناس وللعرب خاصة أن هذه الأحرف التي تتلاعبون بها وتتكلمون بها هي عينها التي تكلم بها الرحمن فصاغ منها القرآن. ألم يكن القرآن عربيا؟ بلى، بلسان عربي مبين. وما العربية؟ هي هذه الأحرف التي نستعملها في لغتنا العربية الفصيحة، أنتم تتكلمون بها كعرب، ورب العزة تكلم بها من حيث هو خالق الكون ومنزل القرآن، فكان كلامه جل وعلا على قدر جلاله وجماله وعظمة سلطانه لا يتحدث. فصار الأمر إلى ما يلي، شنو وقع؟ تحولت الحروف وتغيرت طبائعها، شنو نعرفوا قيمة هذا القرآن اللي بين يدينا احنا ما صيقين خبر، تحولت الحروف. الباء عندكم أيها العرب ليست هي الباء في القرآن، ولا الألف ولا اللام ولا أي حرف، فرق كبير. ما الفرق؟ الفرق في ذلك هي الفرق أو هو الفرق ما بين الإنسان ورب الإنسان، فرق كبير لا وجه المقارنة، وإنه لظلم للسيف أن يقال السيف أمضى من العصا. حينما تكلم الخالق عز وجل رب الكون ورب الناس بالقرآن فقد تقدست الأحرف إذ نطق بها المولى وصارت لها بركة الرب عز وجل. أنت لما تكلم بالباء عادية راها باوكن، قد يكون لك فيها شيء من الأجر بالتبع، مش لأنها بلع، بالتبع إذا كانت تدخل في ذكر أو شيء من العمل الصالح من غير القرآن. الآن ما كنت تكلموش عن القرآن، وقد يكون فيها وزر وقد تدخل بها جهنم نعوذ بالله منها إذا ركبت في كلمات تدخل الإنسان النار، وإن الرجل لا يقول الكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به 70 خريفا في جهنم والعياذ بالله. فالباء أو الليف أو أي حرف ممكن يطلعك ممكن يهبطك، فلا قداسة له، ما عنده قيمة. ثم لا معنى له، شنو هي الباء؟ ما عنده حتى معنى، صوت ما عندوش معنى، لا معنى للأحرف، حروف العربية والعجمية لا يكون لها معنى حتى تكون في كلمة، لكنها في كتاب الله لها معنى وألف معنى، ماشي بالمعنى اللي ذكرت على صاحب لسان العرب الله يرحمه، لا ماشي بهذا المعنى، ولكن بمعنى التعبد. ألا يكفيك أن تتكلم بحرف تكلم به الله قبلك؟ تأمل هذه مش عادية، كانوا الصحابة رضوان الله عليهم ولله المثل الأعلى، ولا مشاحة في الأمثال وإنما للتوضيح والبيان. من اللي كيشربوا مورا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب في قدح، شي قدح يشرب الماء ولا اللبن ويعطي للصحابي يشرب حداه، كيبدا الصحابي حط على النبي صلى الله عليه وسلم بلاصه فين يشرب باش يشرب من وراه ويحط شواربه في ديك البلاصه اللي حط فيها النبي صلى الله عليه وسلم شواربه يشرب منها، تبركا برسول الله عليه الصلاه والسلام وبريقه وبكل ما يتعلق به، وقد كان ذلك جائزا في حق رسول الله عليه الصلاه والسلام، فقد تبرقوا بريقه وبعرقه بل بنخامته كما في الحديث الصحيح، كانوا يكادون يقتتلون عليها ويقتتلون على وضوئه، ذاك الماء اللي شط عليه في الوضوء كيدبزوا عليه الصحابه، ياك الماء هو الماء، الماء هو الماء، ولكن في هذا السياق هذا ماء مرت به يد رسول الله، كفى ان يكون لذلك الماء نور خاص وبركه، كفى.
يكفي ذلك الماء أن غطست فيه يد رسول الله أن يتحول من ماء مطلق الماء المطلق إلى ماء منور، ماشي غير طاهر مطهر، كان طاهر مطهر ظاهرا يصلح الوضوء وباطنا يطهر النفس أيضا، وليس ذلك لأي ماء. وإلا ما الحكمة في اقتتال الصحابة على وضوئه وعلى بصاقه؟ ما الحكمة إن لم تكن بركة ترجى في رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قلت هذا مثال، وماشي كنديروا القياس بين رب العزة وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، غير باش نفهموا. الماء إذا تحول في يد رسول الله إلى شيء آخر من النور فمن باب أولى وأحرى أن تتحول الجمل وتتحول الكلمات، بل أن تتحول الأحرف من فمك، أنت الإنسان الناطق بالأحرف، إلى من حروف بشرية، بشرية، لأن الحرف اللي تنطق به أنت حرف بشري، صوت بشري، إلى أحرف ربانية حينما يتكلم بها رب الكون ويقول الحمد لله رب العالمين. الباء في العربية ماشي هي الباء في بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الباء حينما تقرأها على أنك تقرأ القرآن لك بها 10 حسنات، ها واحد. ثانيا لك فيها شفاء، لأنه القرآن يستشفى به. ثالثا هذه باء تكلم بها الله، كافي، كافي لأن تصل إلى حدود المطلق حيث يعجز العقل والخيال عن إدراك ما هنالك من النور والكمالات، ما بقيش قدر الإنسان يزيد يفهم شي حاجة أكثر منها. هذه حدود العقل البشري وحدود الإحساس والوجدان البشري. قرآن شيء غريب، غريب وعجيب، إيتونا بكلام تكلم به الله عز وجل موجود عند الناس من غير القرآن، إيتونا بالأناجيل، بالتوراة، بعهودهم القديمة والجديدة، بكل ما زعموا أنه من الرب، أيستطيعون أن يثبتوا أن الله تكلم بهذه الأحرف؟ أبدا، هم لا يقرون بذلك، هما ما كي يزعموش علينا النصارى واليهود أن هذه الأحرف نفوسهم تكلم بهم الله عز وجل، لا يستطيعون ذلك لأن التاريخ يكذبهم. هنا انتصف الشريط مع تحيات أبو هاجر. الأناجيل ترجمت وترجمت، خلينا من حرفت، هذه نؤمن بها نحن، أما اللي مقدين فيها معهم ومتفاهمين عليها أن لغته القديمة ضاعت، وأن الأناجيل أو الإنجيل الأصيل، كيقولوا الأناجيل وغير إنجيل واحد، لأنهم لا يملكون إنجيلا واحدا، بل هو برواية أصحاب عيسى، هذا أعطاه في شكل وهذا أعطاه في شكل، فتفرقت بهم السبل، لا يستطيعون وصولا إلى كلمات الله أبدا. القرآن وحده، وحده فرده، كلام تكلم به الله لفظا لفظا، حرفا حرفا، وبين أيدي المسلمين والمسلمين فقط، شيء عجيب، لا يحسد الإنسان إلا في هذا، كما قال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن يتلوه آناء الليل وآناء النهار فعلا، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه على وجوهه أو في سبيل الله. في مسجد آخر كنت أرى رجلا غربيا بريطاني إنجليزي مسلم، كيجي في الصيف للجامع وكيبدأ جالس مور السارية ويلبس اللباس العربي والعمامة وكيبدأ يتصنط للمغاربة مسلمين كيقرأ القرآن، هو لا يستطيع أن يقرأ، وأرى في وجهه علامات الأسى، محن يطلع شي حرف باش يتسمى نطق، هو أيضا بحرف نطق به الله وما لقاش كيدير. وأنت القرآن بين يديك، إن كنت حافظا فأنت حافظ، وإن لم تكن فالمصاحف أكثر من أن تحصى، وتزهد في هذا الكلام، كلام رب الكون. والناس لو وجدوا أن يبدلوا مواليدهم، كاين اللي كيتمنى يكون تولد في بلاد المسلمين فنشأ كالمسلمين ينطق العربية بسهولة، كي يتمنى يكون كان حياته ما كانتش هي حياته، كانت هي حياتك أنت وحياتك أنت تندم عليها. مع الأسف كثير من المسلمين ما راضينش برؤسهم ويلقون بأنفسهم إلى البحار، ما راضيش يكون من هذا الجيه، لا يرضى أن يكون من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لا يرضى أن يكون من أهل القرآن، وأهل القرآن في الحديث الصحيح هم أهل الله وخاصته،
غريب، غريب وضع المسلمين اليوم، غريب. ما تحدى رب العزة الناس، كل الناس بالقرآن، إلا لأنه علم عز وجل أن هذا القرآن كلامه وهو محفوظ من فوق 7 سماوات. القرآن راه ماشي محفوظ في الأرض، إنما هو محفوظ فوق 7 سماوات، وهذا هو الذي يحفظه في الأرض أيضا. ماشي زعما بنادم راه دار جهده باش حفظه، أبدا. الله عز وجل أخدم الناس لحفظ القرآن، لأن القرآن حفظ في السماء، إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ، هنالك قد حفظ. واللوح فيه الماضي وفيه الحاضر وفيه المستقبل، معنى ذلك أن القرآن حفظ إلى الأبد، من الأزل إلى الأبد. ولو تخيلت بعقلك أن حفظة القرآن قد عدموا من على وجه الأرض، ما بقى حتى واحد حفظه، والمصاحف طارت وحرقت، لنبت القرآن في الشجر. لما؟ لأنه محفوظ في اللوح المحفوظ، تها ما تقلبش كيفاش، محفوظ في اللوح المحفوظ. وما حفظ في اللوح المحفوظ فهو الغيب الواقع الحق. هذا القرآن بين يديك أيها المسلم ميسر سهل، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني فهل من مدكر بالدارجة شنو هي، هل عار غير قرأوا يهدي، فهل من مدكر. ولقد يسر فعلا، يسر بطباعته، يسر بورقه، يسر بتوزيعه، بنشره، بثمنه. مع الأسف المسلمون لو كانوا يعرفون ما القرآن لكان بينهم اليوم معززا على أعلى الرؤوس. وإذ أهانوا كتاب الله أهانهم الله، وهذا وضعنا والعياذ بالله. أمة مهانة، وضيعة، ذليلة، تسعى بين الأمم ترجو وتتطلع مع الأسف أن تكون مثل هذه الدولة الكافرة، أو مثل تلك الدولة الكافرة، مثال أعلى ديال كثير من المسلمين شعوبا ومؤسسات، إنما هم الكفار الذين قد غلقت عقولهم وسدت قلوبهم عن الإيمان. أولئك كالأنعام بل هم أضل. وإنما البائس ماشي البهيمة، من يقتدي بها، هذا هو البائس حقيقة، وهذا هو السفيه حقيقة، من يقتدي بالبهائم. ولا البهائم أعز عند الله من الكفار، أولئك كالأنعام بل هم أضل. ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، يعني البعوضة ماشي البعوضة، البعوضة شيء كبير، الجناح ديالها خير من الكافر، لأن الكافر لم يبلغ عند الله أن يساوي جناح بعوضة، فما بالك بجناحي البعوضة، فما بالك بالبعوضة كلها. الكافر بزاف عليه يكون جنيحة ديال شنيولة، فما بالك بجوج جنيحات، ما بالك بشنيولة كاملة. ونريد أن نقتدي بمن هو أخس من جناح بعوضة، صار لنا مثلا أعلى لشبابنا ولشاباتنا ولكثير ممن يسمون بالمثقفين. مع الأسف، مع الأسف، مأساة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم. رب العزة كيتحدى على الملأ، ما مخبعش سبحانه وتعالى، يتحدى على الملأ قدام العالمين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله، جيب صورة من بحاله، جيب إنا أعطيناك الكوثر بارك عليك. مستحيل. علاش مستحيل؟ أيستطيع عبد مملوك يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يولد ويشقى ويموت، محكوم بقدر الله، محكوم بسننه الكونية القدرية القهرية، لا يملك من أمره شيئا، أيستطيع مثل هذا أن يتكلم كما يتكلم رب الكون؟ حاشا. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه جل وعلا سبحانه وتعالى. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. تحدي على الملأ، وادعوا شهداءكم، جمع شهيد أي الشهود الحضور الذين يحكمون لكم ولا يظلمونكم، جيبوهم. وما استطاع أحد من العالمين أن يقوم بهذا، عجيب فعلا سبحان الله العظيم. راح حاولوا ماشي ما حاولوش، شي فرقة زمان سميتها المعتزلة كتقول لا ربي تعالى ما خلاهمش يحاولوا، حاولوا ما صدقوا، حاولوا
وفشلوا الانجليز. خلينا من الامثله القديمه كاينه كثيره، يعني بحال المثال ديال مسيلمه الكذاب. نحكي لكم هذه النكته الطريفه ديال مسيلمه ونعاودوا نرجعوا للانجليز. مسيلمه حتى هو بدا كيدير القران ديالو، هذاك الكذاب اللي ظهر في زمان سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام، ومن بعد اعلن الحرب على الصحابه في النهار اللي توفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وخاضوا معه حروب الرده المشهوره في زمان ابو بكر الصديق رضي الله عنه. كان كيقول الفيل وما ادراك ما الفيل له خرطوم طويل، كيدير القران تاهو. فلقيه عمرو بن العاص رضي الله عنه داهيه العرب والمسلمين، يعني ما كان شي واحد مطور قد سيدنا عمرو بن العاص ملي كان في الجاهليه وملي دخل الاسلام كان له ذكاء خارق رضي الله عنه وارضاه. تلقى به عمرو بن العاص فقال له اقرا علي من قرانك، وبدا يقرا عليه البليد الاخر. فحينما انهى قال له سيدنا عمر، قال له والله إني أعلم أنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، غير ما تطولش معي الهضرة، حلف له بالله أنه راني عارف باللي راك أنت عارف، أنت عارف بأننا كنعرف كذب سفه، يعني مستحيل أن يؤتى بمثل هذا القرآن. ومسيلمة عربي، عربي ما خصو شيء الفصاحة. وجاء الإنجليز في زمان الاستعمار وما زلنا مع الأسف في أزمنته، وكلفوا واحد شيطان من الشياطين فيما بين بلاد الهند وبلاد فارس ينشئ قرآنا ويدعي النبوة. تهودر النبوة البهائية، هذه الطريقة كتسمى البهائية، ورا عندهم القناة التلفزية ديالهم ردوا البال شحال هذاك البارابول فيه ديال البلا، راه كيقراو حتى هما القرآن ويحرفوا ودايرين الحي ودايرين الأشكال ديال المسلمين شحال واحد كيتخدع فيهم، وإنما هم بهائيون كفرة كفرة. فزعم أنه نبي مرسل من بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيوة، وكي درت لها وسيدنا محمد خاتم الأنبياء، قال لك لا، هذيك خاتم الأنبياء عندها واحد المعنى. كيف؟ هو خاتم الأنبياء من المنذرين. الأنبياء عنده فيهم جوج، كاين النذير وكاين الهادي. الهادي مازال دابا يبدأ يجيو أنبياء أخرين. وما دليله؟ قول الله عز وجل في القرآن، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام إنما حصر، زعما أنت غير منذر، أما الهادي اللي غادي يهدي الناس كل قوم عندهم ديالهم وما زال يجي. هكذا فهمها الشيطان إبليس، فموه على كثير من الناس واتبعه جمهرة من الزنادقة، ولكن هو نجح باش يفتن المسلمين أو بعض المسلمين. بعض المسلمين نجح يفتنهم، خاصة من العجم، من الهند ومن باكستان فيما بعد ومن إيران، وبعض العرب اللي باعوا الدين ديالهم بحطام الدنيا الزائل، ولكنه فشل فشلا ذريعا في أن يأتي بشيء يضارع به القرآن. والإنجليز والغرب بصفة عامة، النصارى واليهود، ما قبلولوش داك الشيء اللي دار. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، زعما جيبوا صحابكم اليهود والنصارى يشهدوا لكم بأن هذا الشيء اللي قلتوا بحال القرآن، إلا قالوها الله يعاون الله يربح. خطير هذا التحدي هذا، لما نقول لك هذه الصنعه ديالي ولله المثل الاعلى ولا مشحته في المثل، ودير بحالها، واذا درت بحالها جيب شهودك منين؟ من عدياني. جيب شهودك من عدياني، الى شهدوا لك شهودك من عدياني بانها بحالها صدقتك. خطير هذا الكلام، مغامره، يعني انا ما نقدرش نديرها، ما نقدرش نقول لك جيب شهودك من عدياني الى شهدوا لك راك غلبت دين، لا استطيع، لاني ما نضمنش، لا أضمن أني شهادة فعلا أعدائي علي لصالحك. ورب العزة درها، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، وما أحد استطاع أن يشهد لأحد في أنه أتى بشيء يشبه القرآن. لما دار هذا الشيطان، هذا البهاء اللي كان يسمه البهاء، دار هذاك الكتاب دياله، جاء بأخطاء نحوية كثيرة. طبعا حتى ولو لم يأتي بأخطاء فسيكون كلامه تافيا بحال كلام مسيلمة الفصيح. مسيلمة ما كانش خاصها الفصاحة، الكذاب. فجاءه طلبته على النية ديالهم دوك اللي تبعينه، قالوا له يا، يعني قولهما يا نبي الله، لما نجد في كتابك أخطاء؟ قال ليست أخطاء، مطاورته هو. قال لهم إن الحروف قد أخطأت، هي اللي غلطت في الزمن القديم، يعني دارت شي خطايا عصات رب العالمين، الليف والباء والجيم داروا شي حاجة قبيحة. إن الحروف قد أخطأت في الزمن القديم فقيدها رب العزة بالحركات، حكم عليها رب العزة باش الفاعل يبقى مرفوع بالسيف عليه والمفعول به يبقى منصوب. أما الآن فقد عافونا عليها،
الله يسامح، بغيت ترفع الفاعل ترفع، بغيت تنصب تنصب، ما كاين باس، عوفي عنها. شيطان فعلا، ولكنه لم يستطع أن يقنع الكفار، ماشي المسلمين، لم يستطع أن يقنع الكفار أولياء نعمته بأن الذي جاء به شيء يستحق أن ينشر في الناس. لو أيقنوا بذلك لهود النصارى، لكون عارفوا باللي راه جاب شي حاجة مهمة، لطبع كتابه ملايير وليس ملايين الطبعات ولو وزع في العالم. ما استطاعوا، ما غمروش يضيعوا معه الفلوس، استعملوا عميلا يمكن لهم في استعمار البلاد الإسلامية، لكنهم ما استطاعوا أن يتبنوا كتابه أو قرآنه كما يزعم. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. القرآن الحق، الكلام الرباني الحق عندكم أنتم وحدكم معشر المسلمين. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لنعرف قيمة هذا الذي نقرأ، وقيمة هذا الذي نتلو، وقيمة هذا الذي هجرنا أحكامه، وهجرنا شريعته، وهجرنا بركاته وخيراته، باش نعرفوا القيمة ديال الخير اللي عندنا والغبينة اللي فينا. مغبونون، مغبونون نحن إذ بين أيدينا كنز عظيم ولا نستخدمه. وضعنا أشبه ما يكون بوضع العربي قبل اكتشاف البترول. العرب قبل ما يكتشفوا البترول غادي فوق الجمل، والبترول من تحت ما ساقلو خبر، وعايش في تمرة، في الفقر، في العذاب الشديد من الأرض يعني، والأموال الهائلة تحت رجليه كالعيس في البيداء يقتلها الظما، والماء فوق ظهورها محمول. هذا مثال كيستعملوه الإنسان اللي الخير بين يديه وما خدمش به. العيس هما الجمال، الجمال هزي القرب فوق ظهرهم كالعيس في البيداء في الصحراء يقتلها الظما، هو ميت بالعطش والقربة فوق ظهره، قل له يشرب ما يقدرش. فكذلك وضع المسلمين اليوم، القرآن ليس في ظهورهم بل في صدورهم. المصيبة كثير من المسلمين يحفظه، بل يكاد يكون كل المسلمين يحفظ منه شيئا. كل ما يحفظ قل هو الله أحد، وقل هو الله أحد سهلة، هذا من جهل الناس كيقول له هذا حفظ غير قل هو الله أحد. يحفظ شيئا عجيبا وعظيما، مش سهل أبدا. احذر، إنها كلمات تكلم بها رب الكون، فلو وزن بها الكون كله لرجحت به. قل هو الله أحد، آية واحدة من كتاب الله تخرق الكون كله وتزنه وترجحه وتحجه، لأنها كلام الله عز وجل. خرج النبي عليه الصلاة والسلام يوما من بيته فرحا مسرورا بنبأ عظيم. كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما ينزل عليه الوحي بشيء من القرآن أو بشيء من الإلهام أو الحديث، كان يحدث، كيجيه الحديث، حديث نبوي اللي يتحدث به كيجيه من السماء. فجاءه مرة معنى من المعاني الربانية التي سيصوغها بكلامه عليه الصلاة والسلام. هو جلس في البيت دياله في الدار، والباب ديال الدار عنده مفتوح للجامع، يعني لأنه الإمام، كما كيخرج الإمام في الأصل من البيت دياله للجامع مباشرة يصلي بالناس. خرج يملأه السرور والحبور عليه الصلاة والسلام، ووجد الصحابة جالسين في المسجد يذكرون الله عز وجل، وقال لهم يا معشر المسلمين أبشروا أبشروا أبشروا. طرف الحديث هو هذا، أبشروا أبشروا أبشروا، هذه البداية ديالو. الصحابة كلهم تلفتوا، يعني اش كاين؟ بما يبشرنا؟ شيء جديد وقع، كلام جديد نزل، وحي أو خبر من السماء أتى. يعني الصحابة عرفوا بأن شيء حاجة كاينة. أبشروا أبشروا أبشروا. ثم سألهم سؤالا فيه من الاستيقان والتلطف بهم الشيء الكثير، ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني بغي يقول لهم واحد الكلام، ماشي خافهم ما يصدقوش، لا، ولكن كلام في واحد الحقيقة كبيرة، وخاف على الوجدان ديالهم ما يتحملش هذه الحقيقة لأنها كبيرة. شي واحد الآن لو على سبيل الافتراض جاءه ملك وقال له أنت من أهل الجنة، يقدر يموت هذه الساعة بالفرحة أو بالخلعة، يعني حقيقة كبيرة تنزل عليه كالطيح. فمثل هذا جاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واحد الحقيقة كبيرة، وبقى كيثبتهم، جعل يثبتهم وجعل يستيقنهم كأنه يستحلفهم
ليراجعوا عقيدتهم حتى يثبتوا لتلقي هذا النبأ العظيم. ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإن هذا القرآن سبب. القرآن سبب يعني حبل شريط. وفي رواية أخرى صحيحة إن هذا القرآن حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. وفي صيغة أخرى صحيحة أيضا إن هذا القرآن طرفه الأعلى بيد الله وطرفه الأدنى بأيديكم. حبل شد من السماء الأرض، طرف العالي شد رب الكون بيده جل وعلا كما شاء وبما شاء، والطرف النازل بيديك المسلم انت الا بغيت تشد ما شديتش، وما انا عليكم بحفيظ انا اذن. فكيف بحبل طرفه الاعلى بيد الله وطرفه الادنى بيدك الا تمسك به؟ الا يكون الانسان اذن فعلا اقل من بهيمه في العقل؟ بلى، من تمسك به معناه تمسك بالله، اعتصم بحبل الله الحق. ولذلك قال لهم وإنكم لن تضلوا بعدي ما تمسكتم به. أحدك شد فيه عارف باللي راك مهني مرتاح، نهار تضخ بك الأرض وتختلف بك الآراء في الفقه أو في غير الفقه والاتجاهات والمذاهب والحركات، شد في القرآن ستجد راحتك وتجد الهدى. شد في القرآن بدك الشيء اللي أعطاك الله ربي تعالى ديال العلم قليل أو كثير تجد راحتك وتنجو من الفتن. قرآن إذن حبلون يربط ما بين السماء والأرض. عجيب، لأنك بمجرد أن تتلو وتقرأ غير تبدأ في القراية فقد فتحت الباب على مصراعيه ليتصل نور الرحمن بقلبك. هل شي واحد كان في شي زنزانة فيها الظلام وفتح الطاقة ديال شمس الضحى ودخل عليه النور؟ ولا مشحة في المثال، ولله المثل الأعلى، الله نور السماوات والأرض سبحانه وتعالى. غير تبدأ تفتتح القرآن بسم الله الرحمن الرحيم من الحرف، القرآن يبدأ بحرفه الأول بي، فقد فتحت نور الرحمن على قلبك. إن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. عجيب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الصلاة في حديث مسلم ثابت صحيح طبعا وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه، لأنه يقرأ القرآن أم الكتاب وما تيسر له من القرآن، فأنت حينما تصلي حينما تقرأ تناجي ربك، والصلاة قرآن، الصلاة قرآن لأن أهم ما فيها القرآن. ولذلك سمى الله عز وجل صلاة الفجر قرآن الفجر وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه، وقلنا قبل إن المناجاة هي الحديث الهامس بين حبيبين على قرب، ثلاثة ديال الشروط باش تسمى المناجاة مناجاة، حديث هامس ما فيه غوات ما فيه رفع الصوت غير بشوية كتسمى يناجي بالسكات أو بالهمس، صوت هامس أو كلام هامس بين حبيبين، إنه كان بين العديان ما يتسمى مناجاة، تسمى مخاصمة، وخا تكون بالإشارات ماشي كاع بالكلام، مخاصمة ومقاتلة وعن قرب، لأنه إلى بعاد كيولي نداء ما كيبقاش مناجاة. فأنت إذن حينما تصلي حينما تقرأ القرآن في الصلاة فإنك تناجي ربك، أنت قريب وتقرأ سواء قرأت بالسر أو بالجهر، لأن الجهر ماشي نداء، شي إنسان اللي كيجهر في الصلاة راه يرفع الصوت ديالو حتى يطرطق الحنجرة ديالو، لا، جهر متوسط لا يخرق الحنجرة خرقة، وإن قرأت سرا فسر. والله عز وجل يحبك وأنت تحب ربك، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن إذ يقبل على الله عز وجل بهذا القرآن السبب الحبل الصلة الممدودة من السماء إلى الأرض. هذا التحدي الرباني العجيب ما كان ليكون لولا أن الله عز وجل علم أن طاقة البشر وهم المخلوقون هي دون أن تستطيع أن تقترب من شيء يمكن أن يسمى التحدي، فتحداهم رب العزة على سبيل الإعجاز باش يشعروا بالعجز، وهم يشعرون بالعجز قطعا، يعني أي واحد حصل له التحدي بالقرآن يشعر بالعجز، فإذا شعروا بالعجز فهم أحد شخصين، يعجز
فيخضع فهو من العابدين، لأن العبودية هي الخضوع، أو يعجز فلا يخضع فيكون من المتمردين ومن الشياطين. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم. يعني هو حينما قيل له اتق الله عالم أن إثمه إثم، لكنه ما كيرضاش. فهذا الذي يعجز ويكفر عالم بعجزه، بل وجده، يعني راه وقف على العجز وعجز. والقرآن تحدى العالمين وأعجزهم وعجزوا عن أن ياتوا بمثله، فكان منهم مؤمن وكان منهم كافر. وآنئذ تكون حجة على الله عدلا يوم القيامة، وكذلك في الدنيا طبعا، لكن أقصد حينما يعاقب الكفرة على كفرهم، يعني سبقت له عز وجل عليهم حجته الغالبة وحجته الدامغة، فعجزوا ومع ذلك كفروا، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما الرسل؟ جاءوا بكلام الله. وفي ختام المطاف نطل من القرآن على شيء من الكون، من أسرار هذا الإعجاز، أن كل آية من كتاب الله هي بصيرة، كما ذكر الله عز وجل قد جاءكم بصائر من ربكم. والبصائر جمع بصيرة، والبصيرة هي الثقب الصغير في الباب أو في الجدار التي يبصر منها الخارج أو الفضاء الواسع. فكل آية إذن إنما جاءت عدسة مكبرة تطل من خلالها لترى ماذا؟ لترى الكون كله. دورك ما هو؟ أن تطل، غيطل تشوف. ولذلك قال فمن أبصر، اللي شد الآية ولبسها باش يشوف منها، كما تلبس النظارة طل. فمن أبصر فلنفسه، راه غادي يشوف، واللي ضرب وجهه فعليها، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. الذين أبصروا لطلوا من الآيات رأوا هول الكون وعظمة الخالق للكون. وآنئذ أدركوا ما معنى قوله عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله. من يستطيع من الناس أن يأتي بكلمات قلائل يطل الناس من خلالها على حقائق الكون الكبرى؟ وما حقائق الكون في القرآن؟ أن دا يسحب لكم داكشي اللي كتقول العلوم الطبيعية وعلوم الفلك والفيزياء، أبدا. هؤلاء الناس على ما وصلوا إليه من علم عما يتحدثون؟ إنما يتحدثون عن جزيئة بسيطة من بطن السماء الدنيا. هذا اللي كيسميه الكون في العلوم الفلكية الآن والفيزيائية، ماشي هو الكون أبدا، ماشي هو الكون. شو بنادم شحال جاهل كيقول لك الحروب الكونية وهي غير الألمان مع الحلفاء، شو من حروب كونية؟ وهي الأرض كلها لا تساوي شيئا في الكون. مصطلح الكون في الإسلام أعمق بكثير مما يتخيلون، ماشي مما يفكرون، لا، الخيال ديالهم لا يستطيع أن يدركه. فهذه الأنجم التي يحارون في استقراء أعدادها إن هي إلا زينة السماء الدنيا. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، قلت أكثر من مرة وجعلنا منها رجوما للشياطين، أي من اشتعالاتها ونيرانها جعل منها مادة ترجم بها الشياطين، ومشي الملائكة كيرجموا الشياطين بالكواكب كما يظنه بعض الناس. الأصل فيها أنها زينة، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. زينة، والكواكب ليست هي السماء، الكواكب زينة السماء، غير الزواق ديال السماء. أما السماء فلا يعرفها أحد، لا من الكفار ولا من المسلمين. للمسلمين عنها بصيص معنى شي شوية، ذلك أن الله عز وجل تحدث عنها حديثا غيبيا، ولا طاقة لعقل الإنسان في أن يدرك شيئا من الغيب ويتصوره ولو بالخيال، وإنما الذي نأخذه حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج، أن جبريل كان يطرق باب السماء حينما عرج به وهو على متن البراق، عندها باب وعندها حراس كما في الحديث وكما في السنة وكما في القرآن. وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع لنا يجد له شهابا رصدا. ثم بعد السماء سماء، وما بين السماء الأولى والثانية لا ندري. هل المسافات آنئذ تقاس بالزمان أم تقاس بالمكان؟ الله أعلم.
أم بالله زمان ولا مكان؟ الله أعلم. ثم السماء الثالثة وما بين الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسابعة، لا يستطيع آنئذ الفكر ولا الخيال ولا العقل أن يحيط بشيء من هذه المعاني. الكون هو أغرب من الخيال. هذا القرآن، كل شيء هذا الشيء من أجل القرآن، تكلم به الله. وأين؟ فوق السماوات السبع. فرب العزة محيط بكل شيء، تكلم به عز وجل من علو، من الفوق سبحانه. والمتكلم من علو يصف ما تحته، وما تحته عز وجل تحته كل شيء، ولله المثل الأعلى، ولا مشحة في المثال. لو أن شخصا الآن طلع لأعلى عمارة في مكناس وبدأ يتكلم، سيتكلم بما يرى، ويرى كثير من الأشياء لأنه عالي، ولله المثل الأعلى. رب العزة لا يتكلم من فوق الأرض أو من فوق المجرات أو هذه الكواكب أو السماء الأولى أو الثانية، يتكلم من علو، من فوق كل شيء. ولذلك شيء طبيعي أن يأتي القرآن متحدثا عن كل شيء، لأن الله عز وجل يرى كل شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء، آية واحدة تخرق المجالات السماوية. بصيرة، هذا معنى بصيرة، قد جاءكم بصائر من ربكم. أو يستطيع الإنسان أن يجاري مثل هذا بخياله؟ إنما هو الكفر أو الإيمان. فاللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اغفر لنا أجمعين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.